السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اخر اخبار اكس امباير، طبعا كله واقف عنده التعدين. لما تيجي تدوس على الاير دروب بيبان عندك رابط المحفظة وارسال المعاملة. اخر حاجة نزلها في اخر الاخبار، طبعا ترجمتها لكم، بيقول لك ان 70% زائد 5% مرحلة تبريد. فرنس، نعم لقد قمنا بالفعل بمراجعة الاقتصاديات الرمزية. لقد خصصنا 34 مليار و500 مليون رمز إضافي للمجتمع. لقد قمنا بالفعل بتأمين الأرقام، وسنقوم بتوزيع 70% من العرض بناء على نتائج المرحلة الأولى والمعايير الموضحة في المنشور السابق، اللي هو أهم حاجة كم مليون او كم مليار في الساعة، والعدد والمعاملة النص تون. طبعا نحن الان في المراحل النهائية من اعداد التفاصيل الفنية للتي جي اي لضمان تجربة سلسلة لكم جميعا. سيتم الادراك في النصف الثاني من شهر اكتوبر، وصنعنا على الموعد الدقيق في الايام المقبلة. يبقى العملة هتنزل بعد يوم 15/10، اللي بيقول لك قبل 15/10، لا هي هتنزل في النص التاني من شهر اكتوبر، هيعلنوا عليها كمان كام يوم بعد نص اكتوبر. وللإبقاء على الأمور مثيرة للاهتمام بالنسبة لك، بناء على الطلبات العديدة قررنا إضفاء الإثارة على انتظار القائمة بمكافآت رائعة من جانبنا. الراجل هيعمل إضافات للناس، كان هيديهم 70%، لا اداهم 5% كمان على المعروض. سيتم توزيع هذه الرموز بقيمة 34.5 مليار دولار على اللاعبين الذين يشاركون في مرحلة البرد. ستكون هذه المرحلة قصيرة جدا وستستمر لمدة اسبوعين فقط. تمام، سيتم اعادة تعيين جميع الشخصيات مما يجعلها منافسة حقيقية وحبة ديناميكية. تم إصلاح 70% من الرموز المخصصة للمرحلة الأولى، ولن تؤثر مشاركتك أو عدم مشاركتك. لو أنت عايز تكمل الأسبوعين معاهم عادي، مش عايز ما تكملش، وقف على كده. إن المشاركة أم لا أمر متروك لك تماما، نحن نحبك فكلنا في كلتا الحالتين، يعني شاركت أو ما شاركتش. ولكن من ناحية أخرى، ما الذي يمنعك من السعي للحصول على شريحة أعلى من الكحكة بمناسبة منافسة أقل بكثير وإطار زمني أقصر؟ فكر في الأمر، يبدو أنها ستكون سريعة وممتعة وحيوية. إنها فرصة رائعة للاعبين القدامى ليشعروا بالاندفاع وسرعة التقدم مرة أخرى. وبالنسبة للوافدين الجدد انضموا مؤخرا، فهي فرصة للقتال من أجل الحصول على الإيردوب.